مرحبا يا مسهلا ابو تركي. يا هلا ويا مرحبا يا ابو جود. الله يسلمك خليك ان شاء الله. وش عندك اليوم؟ والله اليوم عندي اغلى واعز واجمل من جاني، والله اجمل من جاني واسعد من جاني عم عبد الفتاح فضلي والله، لانه ضرب اروع واحلى الامثله والله في الصداقه وفي الاخوه وفي الجيره وفي المحبه. كيف كيف انقطع عن الوالد قرابة 40 سنة. حلو. في يوم من الأيام كان يتابع طبعا قناتك، فشاف الحلقة ما بين الوالد عليه رحمة الله أبوه وما بين عم أحمد مرجان، وكانوا بيتكلموا، فبيتابع قناة حسن بريك، وهنا ظهر نصار بريك اللي ما تغير كثير سوى أنه كبر طبعا في العمر، وهذه سنة الحياة. هنا بدأت رحلة البحث، ظل يقول يومين خلاص عرف انه حصل، انه احنا ساكنين في حي النصر، حصل رحله البحث تماما الى ان سبحان الله في احدى الايام على المغربيه دق الباب. يا هلا والله عمي. مين؟ قال الوالد نصار موجود. اي موجود. مين؟ قال قول له اخوك عم عبد الفتاح فضل. وجاء داخل وسبحان الله ترجع الذاكره مع الوالد واسمع قصص. ومن يوم ما جاء الوالد بعد 40 سنة من قطعه ترى إلى أن توفى رحمة الله عليه. وأنا اللي زعلت منه إنه يوم الوفاء من صدمة الموقف أنا والله ما بلغت، أنا علي ما بلغته، أخوي أمين كذلك ما بلغه، أنا ما أدري شلون جاء، بس والله في كمية وفاء ما أدري كيف جاء. والله أنا واحد صاحبي قال لي ترى صاحبك توفى أو حسن بريك، ودغري جيت على البيت هناك ولقيت ما في احد، بعدين دقيت عليك يا حسن ورحت على الشرشوره وحضرت بالضبط. انا سبحان الله انا وامين اخوي زعلانين والله، كان هذا كلام بيني وبين اخوي امين ربي يشهد، يعني كيف ما قلنا لعم عبد الفتاح يعني بعد رحله البحث وما قطع ابوي من عارف مكان ما قطع الى ان توفى. كل اسبوع ما شاء الله الله يكتب اجرك. والله الحمد لله كل ما اكون فاضي اقول يلا وادي اروح عند حسن النصار ابغى اونسه يا بعد، لانه مسكين لقيته مسكين يعني على طول متمدد فوق السرير لا بيقوم لكن مقعد، المهم انه بيسمعني وبيهرج معايا. هذه نعمه كبيره والله عم عبد الفتاح، انك يعني والله اروع امثله ضربت والله الوفاء. يوم ما كنا قاعدين خاصة بنحضر عشان نصلي والله اني التفت شفت عن عبد الفتاح انها رجعت الروح لي. ليش؟ كنت شايل هم انه يعرف يعني ما قطعه، وفي يوم هذا انه حنا نسينا، بس نسينا من صدمة الموقف، وهو طبعا الموقف. الله يسعد قلبك عم حبيبي عم عبد الفتاح فضل. طيب ما شاء الله، كيف بداية يعني المعرفة مع الوالد؟ او نحن كنا شغالين عمال في البلدية في قسم الكهرباء، ايوه، ومنها بدأت الصحبة. اها ايه. معاه مع محمد بريك الله يعني. لا محمد بريك من ايام المدرسة، محمد حسن بريك كان زميلي في المدرسة النجاح، ولد عمي. ايوه من سنة زي ما تقول سنة اولى ابتدائي، يعني مع بعض كنا في المدرسة النجاح، وكانوا عشان هم ساكنين في زقاق جعفر، وانا عمتي كان ساكنه في زقاق جعفر، عمتي اللي هي ام حسام براده وحسن براده. ما شاء الله. أيوه. تبارك الله. في اشرب الشاي بالعافيه. فين كنت ساكن زمان؟ نحن ساكنين في ارض الفضل. ارض الفضل. أيوه. ارض أيوه. طبعا سوينا الحلقه ارض الفضل نسبه لبيت الفضل عم عبد الفتاح فضل الله يديك العافية. طبعا اللي ما يعرف معليش وجود اللي ما يعرف حدود أرض الفضل اللي هي طبعا اللي يعرفوا أهل المدينة، طبعا حدة عمائر المقيس من طريق سلطانة من بعد النفق. أيوة. ويحدها طريق العيون من الخلف، وبيت الزللي من الأمام، والداودية من الشمال. أيوة. بالضبط. والداودية طبعا من ناحية الحرم، هذه أرض الفضل. يا سلام. قلت لنا قصة عن سوق القماشة، متى بداية عم عبد الفتاح فضل بسوق القماشة، ومين أسماء اللي كانوا في سوق القماشة؟ والله أسماء الناس اللي في سوق القماشة عدد لك، هم تعد وتغلط. يا ريت والله تذكرني. تعد وتغلط.
كان في سوق القماشة في مدخل سوق القماشة في السيد عباس اللي يقولوا له السيد عباس قرواشة هم بيت في السيد عباس وفي عم أمين بري كان يسوي عقل. كان في السيد عمر كاتب، في السيد عبد الله عينوسة، كان في عم عمر إزملي سوق القماشة، كان في عبد المقتدر بخاري، في عم مالك مديني، في حسن بريك اللي هو عمك، اي عمك اخو ابوك، يا سلام. وكان في الله يرحمه في الغسال في مدخل سوق القماشة، في دكان الغسال يبيع الذهب. كان في لطفي الديب سوق القماشة. كان في السيد عمر بيتي، كان في عم طاهر قطب، كان في عم أمين طاهر وعبد الحميد طاهر، هذول أخوين كان عندهم دكان قماشين. كان في عم سعد عيطة، كان في حسن ياسين، حمزة ياسين، كان في عم أكبر أفغاني أبو جعفر أفغاني، في دكان عبد السلام نسيران كان عطار يبيع عطور، في دكان عبد العزيز فضل، في دكان حسين فضل، في دكان عبد الرحمن فضل، في دكان حمزة فضل، في دكان خالد فضل، في دكان طاهر عبد الحكيم عثمان هو وعياله. أيوة. عبد الحكيم عثمان هو وعياله. ايوه ما شاء الله عنده 3 عيال هو، هذا كان يبيع. وكان في عم زين سلامه وولده عبد العزيز وشعيب وطالب وطلال وخالد، هذول كلهم كانوا في سوق القماشه كلهم ما شاء الله. كان في عم محمد بشاوري رحمه الله عليه، في حمزه بشير عامر هذا برضه في سوق القماشه، في مهل الرحالي كان برضو صايغ، يعني ما شاء الله اسماء والله. ايوه طيب، سوق القماشة ما شاء الله. في السيد جعفر بيتي كان عطار في بيت خشيم عبد الله خشيم واخوه، وفي كذلك في عم عواد رفة برضو كان عطار في سوق القماشة ما شاء الله تبارك. كان في عم حمزة عجوزة، كان في عم محمد عربي اللي ولده عبد القادر عربي، أيوه برضو كان في سوق القماشة. وفي يعني من في عم حسن عويضة كان سوق القماشة قماش ما شاء الله تبارك. إيه؟ الله. طيب السؤال الأهم، فين موقع سوق القماشة؟ وهل حضرت سمعنا بعيد الشر عن الحريق اللي قاعدت قرابة شهر كامل؟ طبعا ما حضرنا هذه تقريبا لها كم، وفين موقع سوق القماشة؟ موقع سوق القماشة جاي في غرب الحرم، جاي يعني من جهة باب السلام، جاي في جنوب غرب، يعني سوق القماشة جاي في جنوب غرب الحرم، يعني في الجهة الجنوبية الغربية، جاي يعني شارع طوله تقريبا، يعني سوق طوله حوالي تقريبا 400 متر
400 متر او نص كيلو تقريبا. هذا السوق في حوالي تقريبا ممكن في حوالي 350 دكان او 400 دكان. كان يمتد من مدخل باب السلام، من مدخل سوق القماشه الين باب المصري والين سوق الشروق، ويندرك على الشونه. ايوه. طيب وقت حريقه سوق القماشه عم عبد الفتاح فين كان؟ وقت الحريقة حق سوق القماشة نحن كنا عندنا دكان في سوق القماشة، أنا وأخويا محمود رحمة الله عليه في سوق القماشة دكان ذهب، وأراد الله إنه نحن عزلنا ورحنا البيت عشان نتغدى. لما رحنا البيت عشان نتغدى لقيت يعني أهلي قالوا نحن معزومين اليوم في قبة، رايحين نتغدى في قبة عند بيت خالتها. ونحن ماشيين في الطريق لما جينا عند زقاق الطيار ونشوف اللهب الحريقة، كانت نحن ذيك الأيام أبويا عنده رحمة الله عليه عنده جمس، كنت أنا بسوق الجمس رايح يعني رايحين على القبة رايحين عشان نتغدى هناك بيت أرحامي، وشوفنا الحريقة. وصلت الحرمة بيت أهلها ورجعت أنا، صرت دقيت على أخويا محمود. لما جينا لقينا خلاص سوق القماشة الشرطة والساكين الطرق من جميع الجهات ممنوع أحد يخش. أيوه. واللهبة طالعة والدخان طالع والدفاع المدني شغال. وذكرت لي قلت لي نقلوك المستشفى بسبب الانهيار اللي جاء. أيوه والله أنا انهرت بكى خلاص وتعب. القهر يعني الواحد يعني تشوف حرارك ينحرق قدامك وما تقدر توصل له. كم كان محطوط في يعني انتم محلات ذهب؟ ايوه كم تقريبي بس بالتقريب؟ والله يعني هذا الشيء ما علم بقول لله سبحانه وتعالى. أيوه. يعني الواحد ما يقول والله انا كان عندي مليون ريال ولا كان عندي ايوه 500,000. يعني دكان ما شاء الله مليانه بضاعه ذهب. ذهب. يا سلام الله يعوضكم ان شاء الله خير باذن الله. الله يسلمك خليه. طيب سمعنا انه تقريبا قرابه شهر الحريقه. أيوة. كانت استمرت اكثر من شهر الين الين عيد الحج الين عيد الحج وهي شغاله. من متى كانت يعني بدأت قبل الحج أظن في شهر 10. يا الله. الآن قريب الحج وهي شغالة. وهدوا الدكاكين وصاروا الناس اللي عندهم بضاعة صاروا بسطوا في البرحة قدام باب السلام على السور حق الحرم. أيوة. يعني الناس اللي عندهم بضايع أقمشة ملابس جاهزة بسطوا لين الدكاكين اللي انهدت اللي انحرقت خلاص. أهلها في عندهم مستودعات كانوا فيها بضايع صاروا يبيعوها عند الحرم. أيوة. طبعا سوق القماش كان قريب من الحرم ويخدم الحجيج. أيوة هو أهل المدينة وللحجاج وللزوار. يا سلام. أيوة. يعني كان السوق ما شاء الله يمن يجي الحج يعني السوق ما تقدر تمشي فيه من كثر الزحمه. يا الله. ايوه. قبل كم هذا الكلام؟ عام 1378 تقريبا. يعني كم سنه تقريبا حاليا؟ 40 سنه. ايه 40 سنة. يا الله. والله عمر. ايه. يا الله. الله يعطيك الف عافية وطولنا عليك عم عبد الفتاح. يقول قبل الحريق بثلاث ايام انا كنا منزلين بضاعة من الكويت. يا الله. اي والله. سبحان الله. هذا الشيء اللي تغبن عشان. ايه والوالد. قبل ثلاث ايام الواحد ما بيدري طبعا، بس بهالمناسبة والله بس ابى اوصي نفسي اوصيكم واوصي الجميع. لازم طفاية الحريق، والله مو شيء، أنا صار موقف الأسبوع الماضي أوصل الجميع بطفاية الحريق والله. والله نصيحة، أنا إن شاء الله بإذن الله
ما حيطوف الصبح بعد الا انه شارب كفايه حليب. يعني مدى الواحد يلم الليله. والله ما املك من اللي صار الاسبوع الماضي اي شيء الا انه ممكن ادق على دفاع المدني ممكن حتكبر المشكله. انا اوصي نفسي وهذا والله كفايه حليب. كل شيء ما هو مكلف تقدر تسيطر على ايش ما كان طبعا من الحليب. انا اوصي سبحان الله. يعني خلي عندك الحل البدايه. طبعا انا شفت احدى الحلول اللي هي طبعا الكوره اللي طبعا تضرب في المحل. والله نصيحة يعني هذه نصيحة أنا بقول حق السنة طفاية الحليب. الله يعطيك الف عافية. والله نصيحة. الله يعطيك الف عافية على النصيحة. والله يعطيك الف عافية عم عبد الفتاح. شرفتنا ونورت. الله يسلمك. بيت عيالك. الله يجزاك الف خير إن شاء الله. كانت حلقة جدا خفيفة ظريفة مع صديق الوالد العزيز عم عبد الفتاح فضل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وزر اللايك. يعطيكم الف عافية. مع السلامة.